نأتي الآن إلى الإمام الأعمش والإمام ابن المبارك والإمام مسروق، ماذا قالوا؟ هذا كتاب أنساب الأشراف للإمام البلاذري، الإمام البلاذري المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، هذا طبع دار الفكر أيضا البيروتية، تحقيق الدكتور المؤرخ السوري سهيل زكار، طبعة الأولى 1996، المجلد الخامس، المجلد الخامس أيها الإخوة، نعم، صفحة 137. وحدثني عبد الله بن صالح العجلي عن عبيد الله بن موسى، شيخ البخاري العبسي الكوفي، تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، عن من رجال البخاري، عن عبيد الله بن موسى بل من رجال الستة، قال ذكر معاوية عند الأعمش سليمان بن مهران الإمام الجليل الثقة الحجة، فقالوا كان حليما مثل شريك، فقال الأعمش كيف يكون حليما وقد قاتل عليا؟ معاوية ابن هند آكلة الأكباد ابن أبي سفيان رأس النفاق وكهف المنافقين أيها الإخوة، محزب الأحزاب، يقاتل علي ابن أبي طالب، شيء لا يصدق، وقد قاتل عليا وطلب زعم، وطلب زعم، يعرف أن هذه أخدوعة وهذه مزعمة، هذه مزعمة وأخدوعة لا تنطلي ولا تروج إلا على إيه؟ إلا على من أراد أن تنطلي عليه، وطلب زعم بدم عثمان من لم يقتله، وما هو ودم عثمان؟ عثمان ترك 5 من الذكور هم أولياء الدم يا أخي، ليس معاوية، على أبنائه كان أن يتقدموا إلى الآن علي ويطالبوا بدم إيه؟ أبيهم، على أن الصحيح، على أن الصحيح أيها الإخوة أن من تولى وباشر قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه 2 وقد قتلا في صحن الدار، قتلهم عبيد معاوية، انتهى كل شيء. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وأي إسراف أعظم من أن تطالب بتسليم المئين أو الآلاف لتقتاد منهم، ولم يقتلوا، هم ألبوا وظاهروا، ومن من الصحابة الكبار يعني إيه لم يؤلب، ممن لهم ذكر في هذه الواقع، طلحة ألب، أليس كذلك؟ عائشة ألبت كثيرا، قد أنا تمنيت كل شيء في عثمان إلا أن يقتل، لكن ألبت عليه، طلحة ألب كثيرا، طلحة كان يرى أنه أتى ذنبا في حق عثمان لا يكفره إلا أن يسفك دمه في سبيل إيه؟ الثأر لعثمان، أنه ألب، ألب عليه كثيرا. طيب وهؤلاء من مصر والبصرة والكوفة بالألوف قيل ألبوا، ألبوا نعم، وظاهروا على عثمان، أما الذين باشروا قتله فبعض العلماء المحققين يرى أن الصحيح الرجيح أنهما 2 وقد قتلا في صحن الدار، قتلهم عبيد إيه عثمان، انتهى الأمر، لماذا نقتل الآخرين؟ الناس ألبت، لم تقتل، لم تباشر قتل بيدها، انتهى كل شيء. لكن لذلك يقول أعمش زعم يدعي يقول إيه معاوية أنه يطالب بدم عثمان، وما هو ودم عثمان؟ إيش علاقته بالقضية؟ قال أبناء عثمان 5 ذكور موجودين، عمرو وسعيد والوليد وغيره، 5 موجودون وأبان، عمرو وسعيد والوليد وأبان، ويقال هناك وليد آخر الله أعلم لعثمان أيضا، وما هو ودم عثمان وغيره كان أولى بعثمان منه، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى من؟ إلى أبناء عثمان رضي الله تعالى عنه.